عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا جميعا بقى، انا عملت معاكم قبل كده المسقعة باللحمة المفرومة، وعملنا المسقعة العادية عادي خالص. النهاردة بقى في كتير قوي بيطلبوا مني المسقعة بتاعة المطاعم، بتاعة الناس اللي بيبيعوا الفول والطعمية زي الشبراوي واللمس، اللي هم يعني بيقولوا ان ليها طعم تاني وليها طعم مختلف. وانا فضلت ابحث وادور لحد ما عرفت الطريقه بتاعتهم بالظبط بيعملوا ايه، وانا جايباها بالملي يعني. بصوا بالملي كده، هنبتدي مع بعض على طول على البوتاجاز. اول حاجه عملتها ان انا حطيت هنا الوق بتاعي، اول طاسه بتاعتي بالزيت. بس خل عايزه اقول لكم معلومه عن الزيت يا جماعه، خلوا بالكم من الزيت الخليط. الزيت الخليط من اكتر الحاجات اللي بتجيب الامراض السرطانيه. في حاجة كمان بيمشوا ناس دلوقتي في الشارع يقولك بيعي، يشتروا منك الزيت البواقي السمك وبواقي التحمير والقلية والحاجات دي كلها، يا ريت بلاش تبيعوا لهم الزيت ده نهائي. يا ريت استغلوه في الصابون اللي بتعملوه في البيت، صابون المواعين، الصابون السائل كده. لما بتبيعوه بياخدوه بيكرروه او بينضفوه من الشوائب اللي موجودة فيه، وبيرجعوا يعبوه في جراكن صفرة وبيبيعوها الناس بتوع الفول والطعمية اللي هم المحلات بتوع الطعمية والحاجات دي. بيبيعوا اول ما تخش محل تشتري طعمية او فول وتلاقي عندهم الجيركن الاصفر ده، تعرفي ان ده زيت مستعمل 100 مرة 100 مرة، ده سرطان على طول على طول. فاحنا بنبيع يعني بنبيع الزيت عشان ناكله تاني، يعني اكلهن تاني وهو ضارب اصلا. فربنا يستر علينا وعليكم يا رب. اول حاجه هنعملها النهارده، حطيت الطاسه فيها الزيت، وهنبتدي نحط اول حاجه البطاطس اللي بتتحمر مكعبات صغيره خالص اهي، بطاطس مكعبات صغيره اهي. نحمر البطاطس الاول وبعدين نعمل حاجات واحده واحده. كده احنا هنحمر، نسيب البطاطس تتحمر. وعشان برضو انجز معاكم شوية، هعمل معاكم جنبيها حاجة تانية. بس في حاجة هوريها لكم، ان احنا هنيجي على العين الجميلة اللي هي هوريها لكم اهيت، العين الاخرانية دي خالص هنحط عليها من غير صاجة من غير اي حاجة خالص. هنحط بتنجان يتشوي عشان نعمل بابا غنوج، بس برضو بطريقة مختلفة. بصوا انا هحط معاهم بتنجان اهو، ادي البتنجان بتاعنا زي ما هو، دوبك غسلته بس اهو. احلى حاجة في البتنجان المشوي ان انت تحطيه، انا حطيت يا دوبك الحمالة بتاعت البتنجان كبيرة اللي هي بتيجي معاه، وحطيت عليها البتنجان عشان يتشوي واحدة خلف التانية، وسيبيه بقى يتشوي كده كل شوية تقلبيه. ده بيديله طعم التدخينة الحلوة جدا، لكن لو حطيتيه على الصاج او في الفرن لا ما بيبقاش طعمه حلو بصراحة، مش بيبقى زي بتاع بره ابدا، كده بيبقى خطير جدا. احنا كده بنستنى البطاطس السهيلة لحد ما تتحمر. هجيب جنبيها برضو هوريكم احنا هنعمل ايه بقى تاني. هجيب الحلة بتاعتي اهي، وهولع البوتاجاز جنبيها كده. هنحط الحلة وهنعمل شوية من الزيت. يسخن بس الزيت كده، سخن خلاص. هبتدي انزل البصلة. بصوا البصل بتاعهم بيقطعوه كبير شوية عننا، يعني مش بيبقى صغير، لا ده كمان بيبقى اكبر من ده، بس انا مرضيش اعمل الكبير قوي يعني.
لحد ما تدبل بس كده، عشان البصلة تدبل معايا شوية. ما بحبش احط فيها ملح، انا بحط فيها 1 مكعب من المرق كده. بصي انا بقول اللي هما قالوا لي عليه بالظبط، عشان كده انا عاملاها لكم بامانه. يعني المرقه دي عباره عن توابل، لما بتتحمص مع الحاجه شويه فعلا بتدي طعم حلو جدا. احنا مش هنحمر البصله، احنا هنخليها تدبل بس، تبقى شفافه كده وجميله اهي. اول ما البصله بتبتدي تدبل بيروحوا حاطين عليها 3 أو 4 معالق من الصلصه، مقدار 3 أو 4 معالق من الصلصه. ليه بنحط الصلصه الاول؟ لان الصلصه لما برضو بتاخد تحميصه كده بيبقى ليها ريحه وطعم حلو قوي، لحد ما تحس ان الزيت لونه احمر معاكي تعرفي ان هي جميله جدا اهي. تمام كده، لازم طبعا طالما حطينا صلصه لازم نحط معلقه من السكر. ليه؟ عشان خاطر الحموضه. وادي السكر زي ما احنا شايفين كده، بصوا اهي. ما بتاخدش حاجه خالص في ايدك، وقتها بسيط خالص. بصوا معلش انا كنت حاطه زيت قليل قوي عشان انا بخاف من الزيت شويه، لان الباذنجان بيبقى شارب زيت فطبعا هينزل زيت فيها، وكنت حاطه يدوبك كده حاجه بسيطه. بصوا هيبتدي الزيت اهو، بصوا هتبتدي الزيت هيحمر اهي. هي بصوا غمقت ازاي، دي بتدي طعم حلو جدا. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه الطماطم بتاعتي انا مقطعاها حتت صغيره جدا، بصوا اهي حتت صغيره قوي قوي قوي. هروح منزلاها لحد تغلي معاها شويه وتنزل الميه بتاعتها. عشان تنزل الميه بقى الطماطم هعمل ايه؟ اوطي على النار، اوطي على النار واسيبها تنزل الطماطم، تنزل الطماطم بتاعتها وتبقى حلوه، يعني ما تبقاش مهريه قوي وما تبقاش صحيحه يعني. انا هوريها لكم دلوقتي. فاضل عندي ايه؟ اهم حاجه اجيب فصين. ما تحمريش الثوم مع البصله، لا انا هفصله، انا هجيبه وهخرطه واحطه معاها يستوي. وهي القوطه كمان بتديكي سوا. بعمل ايه؟ بروح نازله بالفلفل. اوعي تحمري الفلفل، خلي الفلفل ني يا دوبك يستوي مع الطماطم بس. اهو اهو مقطعاه عادي خالص. انا بقولها لكم بمنتهى الامانه زي ما قالها لي الراجل بالظبط. هيستوي بقى الفلفل مع الطماطم مع الصلصة والبصلة والحاجات دي، بيدي طعم حلو قوي قوي. او احنا حاطين كمان واحدة مرق فدي هتختلف كتير. تمام، انا بقى اجيب الثوم ونحطه. وادي الثوم تطلع ريحته بقى بجد غير ما بيتحمر خالص، يعني الفلفل مع الثوم هما نيين احسن كتير قوي ما بتحطيهم وهم محمرين. احط ايه بقى؟ احط شويه من الميه صغيرين جدا عشان ياخدوا غلوه مع بعض ويشربوا من بعض. بص شويه الميه قد ايه، حبه صغيره جدا اهو، شايفين؟ اعلي بقى عليها تغلي غلوه واحده، او ممكن اسيبها كده على جنب ولسه ما حطيناش التوابل بتاعتها ولا اي حاجه خالص، هحطها بقى اركنها على جنب ونحمر مع بعض البطاطس والباذنجان. ودي الخلطه الاساسيه بس لسه في تكات جديده كده. البطاطس بتاعتي انا نقلتها قدام اهي عشان اوريها لكم. البطاطس ما بتتحمرش للدرجه، برضو بنديها يا دوبك يعني، هوريكم شكلها اهيت.
بصوا الشكل ده ليه؟ عشان تشرب من نفس الطماطم بتاعت المسقعه ويبقى ليها احياء جميل كده وطعمها حلو. انا بص واخده البطاطس اهي هصفيها كده اهي، واحط فين؟ على اللي انا عملته كده. على ما نخلص البتنجان تكون هي شربت شويه من الصوص بتاع الطماطم، طبعا هي لسه ما اتحيقتش، برضو هنحيقهم كلهم مع بعض اهي. كده احنا حطينا البطاطس مع الطماطم اهي، اللي هي كده عشان تشرب من بعضيها اهي. فاضل عندنا البتنجان. البتنجان بتاعنا بقى احنا بنقطعه ازاي؟ ما بنقطعوش كبير زي ما كانوا عندنا اهالينا بيعملوه، او احنا زي ما بنتعودين نعمله ما بنعملهوش كبير ابدا، بيتقطع، هما بيقطعوه مكعبات. بصوا ازاي؟ زي كده شايفينه، مكعبات كده اهو. كله مكعبات كبيرة كده شوية اهو، اول ما يتحمر طبعا هوريه لكم. حتى البتنجان ما بنحمروش للاخر، ما بنحمرش البتنجان قوي، يعني بصوا بيبقى يدوبك واخد ناحية وناحية شوية، يعني هو مستوي بس ابيض. ليه؟ لما بيتحمر قوي بيمرر، بتحس ان في طعم مرارة شوية في المسقعة وانت بتاكليها، لكن كده هو هيشرب برضو من نفس التتبيلة دي. عشان كده انا ما كنتش حاطة زيت كتير ساعة البصلة، ليه؟ عشان بخاف لحسن هو كده مش ملحقش يشرب زيت، لسه ملحقش يشرب زيت اهو. اروح واخده برضو كده واحط على الايه اللي انا عاملاه اهو. لازم تبقى البتنجانة نص شوية كده، ليه؟ عشان تشرب من طعم المسقعة، عشان ده الفرق بين بتاعتنا اللي بنعملها في البيت. لازم نحرق البتنجانة نحمرها قوي، والبطاطس تتحمر قوي، والفلفل يتحمر ويتقلي. لا هي كده، ده الجديد بتاعها، ده الجديد بتاعها. خلص بقيه البتنجان وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم ان طالما انت نقع البتنجان في ميه وملح وبقاله فتره طويله، استحاله ابدا انه يشرب معاكي زيت. جربي كده، في ناس بتحط عليه ملح بس تلاقي البتنجانه اسودت وبقى شكلها مش حلو. لا، ميه وملح يفضل البتنجان، شايفين لونه ايه؟ ابيض ازاي وجميل زي ما هو. ده بقاله ساعه منقوع في ميه وملح اهو. هكمل بقى، احط بقيته واكمل وارجع لك. بصوا بقى ده البتنجان بتاعنا بعد ما اتشوى، بس هو سخن طبعا. بصوا لسه بيطلع دخان. هعمل ايه؟ بتروحي جايباه في حاجه واسعه كده وتفتحيه بس عشان يبرد كده اهو، عادي خالص. وممكن تعملي دلوقتي برضو اهو. بصوا باجي كده اهو، اسيبه بس لحد ده، بيدي ليه ريحه وطعم فوق ما تتخيلوا، فوق ما تتخيلوا اهي. بصوا برضو هنعمله بابا غنوج بس بطريقه تانية وبدون طحينه خالص. برضو دي عجبتني قوي عندهم، عجبتني قوي قوي الطريقه بتاعتهم دي، جميله جدا. هنسيبه بقى لحد ما يبرد، وبعدين هوريكم احنا هنعمل ونطلع من قلبه كده، ومن غير القشره ما تبقى مؤذيه معانا ولا اي حاجه خالص. كده خلاص احنا خلصنا البتنجان بتاعنا، حطيناه كله في الحله مع البطاطس، هقلب فيه كده مع بعضه اهو كده، يشرب بقى شوية مع بعضه كده. تقولوا كمان شوية مية كمان، ما تنسوش ان احنا حاطين مرقة فراخ فبتديها طعم، وبرده في حياء فيها. ما تنسوش ان البتنجان حاطينه في مية وملح، والبطاطس كانت محطوطة في مية وملح ماشي. احنا كده هنزوده بس بشوية مية صغيرين، شوية مية عشان البطاطس هتشرب والبتنجان هيشرب اهو. الاتنين هيشربوا الميه وبطاطس اكتر كمان اهو. نعمل ايه؟
هبتدي احط ادوقي بس الحياء بتاعها عشان اعرف اذا كانت عايزه حبه من الملح تاني ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بسيطه خالص 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 خالص. نجيب كده حبه بسيطه خالص من الملح. يبقى ادي ملح ومعانا كمان كمون، حبه كده من الكمون حلوين محترمين كده اهو، وهنحط كمان حبه من الفلفل الاسود اهو، وهنحط كمان حبه من البابريكا الحمراء اللي هي الفلفل الاحمر. على فكرة دي مدخنة كمان اهي. ونقلب وهتاكلوا احلى واطعم مسقعة على قد الايد، وفي نفس الوقت هي دي بتاعت المطاعم اللي احنا بنقعد نجيبها ونقول يا سلام ما نعمل في البيت مش بتيجي زيها، لا هي زيها واحلى منها كمان، وصدقوني يعني اوفر يعني احنا جبنا كيلو البتنجان عملنا منه المشوي وعملنا منه المسقعه، يبقى في فرق كبير قوي بصراحه غير ما تشوفي بره بقت بكام. شوف برده الحياء بتاعها كده الله الله على طعمتها بجد بجد، يعني فعلا خطيره 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 والله تحفه في طعمها جميله حلوه قوي يا بنات والله جميله والله العظيم. انا بحب دي اكتر من ام لحمه مفرومه، مش عارفه بحس ان اللحمه المفرومه كاني باكل برده حاجه طبيخ ووجع دماغ، دي كده حاجه حرشه ده غير الحاجات اللي هنعملها جنبيها. وهوريكم دلوقتي بابا غنوج اللي هو من غير طحينه كمان. بصوا هوطي عليها بقى شويه واسيبها تسبك مع بعضها كده شويه واغطيها، ونروح مع بعض على البتنجان المشوي. بص على المسقعه بتاعتنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى سبكت شويه، وهتلاقي الميه دي كمان لو انت بتحبيها بقى طريه تزودي اكتر من اللي انا عملته، عشان لو بتحبي فيها صوص كتير هي كده. انا طبعا هقفل عليها. بصوا الصوص بتاعها بسيط شويه، وهتلاقي البطاطس شربت من الصوص ده، وبنحبها احنا يعني ايه ولا ناشفه ولا طريه. احنا كده هنعمل ايه، هقفل عليها ونروح مع بعض بقى نعمل بابا غنوج بتاعنا الجميل اللي من غير طحينه. هو كده خلاص برد. بصوا بقى اول حاجه هعملها هروح واخده واحده واحده كده اهي، وابتدي مش هقشر ولا حاجه، انا هعمل كده اهو وامسك كده. بصوا ولا تقشير ولا اي حاجه اهي، والبتنجان طلع اهو 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 كده اهو. ادي حته واجي من هنا اهي. هي اهم حاجه ان انت تمسكي الجلده من تحت وتبتدي تقشري حته حته كده اهي، شايفين اهي. امسك الثانيه دي اهي اهي، ولا هتقشري ولا اي حاجه خالص اهي. اجي كده اروح لفاها. بصوا طبعا دي بتبقى ناشفه طبيعي. اخد بقى كده فاضل هنا حته اهي، شايفين كله بالمعلقه، ولا هتتقشري ولا هتعملي. ليه؟ لان كتير اقول لك ده بيتحرق والقشره بتطلع معاها ولا معاها، ولا هتتعبي في تقشيره ولا اي حاجه. واجيب الطبق بتاعي اللي انا هعمل فيه اهوت، واخد كده اهي
القشر التانية. والمهم ان انا وريتكم دي اهي عشان ما اطولش عليكم، طلعت عادي خالص ولا اي حاجة جت في اللحم بتاع البتنجان كده. البتنجان بتاعنا مش محتاج هراسة ولا اي حاجة، بالشوكة كده بالراحة اهو اهو. وياريت تعملي اول باول، يعني تعملي صابح بصابح، بلاش ان انت تعملي كميه وتقعدي تركيني، لان الثوم طعمه بيغير وده طعمه بيغير والحاجات دي كلها. تمام كده. هعمل ايه؟ هضيف عليه فلفل، الفلفل الرومي اهو اللي انا مقطعاه، وعندي بصله خضراء اهي، وعندي هنا طماطمايه اهي، وفي ليمون طبعا هعصره دلوقتي، وعندي هنا شويه من الخل وشويه من البابريكا اهو، البابريكا البارده طبعا مش الحاميه. وهقلب. فاضل عندنا الثوم والكمون، بس نقلب الحاجات الخشنه دي كده مع بعض من غير طحينة. جربوه والله العظيم هتاكلوا صوابعكم وراه. جربوه كده وقولوا لي ايه رأيكم. اهوت ثواني اجيب التوم بس عشان انا ما جبتش التوم، عشان نحط التوابل كمان. وادي حبة من التوم اهم مخرطينه، مش مخرطينها مش دقنها، برضو بتفرق، تفرق كتير. نحط طبعا شوية من الزيت اهوت، شوية من الزيت صغيرين خالص، ده كفاية قوي ان الواحد يقعد يغمس بيه بس والله العظيم. كده قلبنا اهو البتنجان كله فيه اهو. فاضل ايه بقى؟ هنحط عصره الليمونه اهو، ادي الليمون. فاضل هنحط كمون، شويه من الكمون اهوت بس، مفيش حاجه تاني، هو كده وبس. انا مش قادره اقول لكم ريحته فايحه وجميل جدا، جميل 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 زي ما احنا شايفين كده. ناقص الملح اللي كنا هننساه. نقلب. ده بابا غنوج من غير طحينة، بابا غنوج من غير طحينة. عملنا ازاي؟ شوينا البتنجانة، شوينا البتنجان، حطينا عليه وطلعنا منها القشر بتاعها طبعا، حطينا فلفل وبصل اخضر وطماطم وثوم وملح وكمون بس مفيش اكتر، وخل وليمون. انا طبعا خلاص كده خلصته، هغرفه واغرف لكم المسقعه بقى واوريكم طعمتها وشكلها، تحفه تحفه تحفه. بص الاكله بتاعتنا خلصت، المسقعه بتاعت المطاعم الخطيره الجميله اللذيذه، وبابا غنوج اللي احنا عاملينه بدون طحينه وفيه خضار كتير جميل، بصوا شكله يفتح النفس والله العظيم، طريقته تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم قد ايه جميل، قد ايه طعم وبياكل كتير جدا. دي كانت المسقعه بتاعتنا اللي هي بدون لحمه زي بتاعت المطاعم بالظبط، وادي البتنجان اللي برضو من غير طحينه اللي هو بابا غنوج بس بالخضار، خطير بصوا ويفتح الشهيه، بتاكلي كتير لدرجه انك مش عايزه تخلصي اكل.
ودي كانت الاكله بتاعتنا النهارده، اكله كده جميله على قد الايد، جميله ولذيذه، ويا رب تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم وتكون عجبتكم يعني قوي، لان هي فعلا جميله جميله. يا رب يكون سهل عليكم ويكون الفيديو كمان خفيف عليكم، ما كنتش طولت عليكم كتير. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، وفضلا وليس امرا ان اللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يا ريت ما ينسانيش في الاشتراك والتعليق ويدوس على الجرس الاسود عشان يجيله كل جديد مني. هقول لكم ايه، باي باي، كل سنه وانتم طيبين، باي باي، مع السلامه.